الواحد بيز عليه يشوف منظر شجره بالشكل هذا، يعني إرث من الأجداد، و يعني تصحى الصبح تلاقي شجرك مقطع بالشكل هذا من أحد المستوطنين الحاقدين الغاشمين أعداء الدين. لا نقول إلا ما يرضي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. عبارة عن ممارسة من أشهر أو من السنة الماضية، قتل أشجار من قبل المستوطنين الموجودين في عليه، واليوم يعني انصدمنا في المنظر هذا. نهاية الشجر الموجودة إنها في المنطقة هاي هي عبارة عن 47 شجرة قطعت بالكامل، أعدمت وليس قطعت، هذا فرق ما بين التقطيع والعدم، أعدمت. وبسبب التنسيق الأمني المفروض على المنطقة وعدم دخول الناس للأراضي، هو سبب هيمنة المستوطنين وعربدتهم في هذه المنطقة. يعني شعور الصدمة يعني بتكون قاسية جدا، يعني يتعدى 1000 سنة أو 2000 سنة. يعني شجر يعتبر رومي وسمي رومي لأنه أيام الرومان، بدك إشي يكون هان إشي يعني يثبتك في أرضك، زي ما زي تركتر، زي عدة تقدر تنقل فيها أشياءك. إيش يتنقل فيها؟ أما تجيب لي شغلة خفيفة موتور حطب، شو بدك تستفيد منه؟ قلعوا الشجر، ما بقلعوا يعني الفلسطيني من أرضه، هاي أرض فلسطينية ثابتة. يعني يا رسالة للاحتلال، يعني نحن ثابتون راسخون في أرضنا مهما حصل من اعتداءات على البشر أو على الحجر أو على الشجر، نحن ثابتين وهم إلى زوال.